بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي الكرام، أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أبو ياد التعليمية. وعنوان الفيديو اليوم عن القراءة غذاء العقل ودواء الروح. وسوف نتحدث في هذا الفيديو عن معنى كلمة القراءة وأهمية القراءة في حياتنا وفي الدين الإسلامي بوجه خاص، وكيف أن الدين الإسلامي اهتم بالقراءة. هيا بنا. تعريف القراءة: من قرأ يقرأ قراءة، وهو الصوت الذي ينتج من نطق المرء للكلام المكتوب. أما في الاصطلاح فهو عملية يتم من خلالها التعرف على الصلة بين لغة الكلام والرموز الكتابية، ويستخدم فيها الإنسان العديد من الحواس، من البصر والكلام، وأيضا أحيانا السمع. بداية، كانت أول آية نزلت من القرآن الكريم كانت اقرأ. عندما نزل الوحي سيدنا جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهو يتعبد فيه، ونزل عليه، كانت أول سورة نزلت من القرآن وأول كلمة كانت اقرأ، وهي الآية الأولى من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية القراءة في الدين الإسلامي. ثانيا، إن القراءة تكون في هذه الأيام سهلة وليست بالصعبة، بعكس الأيام الماضية فكانت القراءة إلى حد ما يمكن أن نقول عنها أنها صعبة، في صعبة من حيث أحيانا غلو بعض الكتب، ثانيا يمكن أن تكون المكتبات بعيدة، البعض يعيش في القرى فهي بعيدة عن الكتب والمكتبات، ولكن هناك في بعض القرى يوجد أيضا مكتبات وكتب، فلا يوجد مانع يحول دون أن يقرأ الإنسان. ولكن نتحدث عن يعني بعض الأسباب التي يمكن أن يحدثها أو يخترعها الإنسان يسبب أو كحجة عن عدم القراءة. ولكن القراءة، كل هذه الحجج قد زالت في هذه الأيام وفي عصرنا الحاضر نتيجة لاختراع الإنترنت والكمبيوتر، فأصبح من السهل للإنسان أن يبحث عن أي كتاب على النت ثم سيجده في مواقع الكتب، وأحيانا يجده فري أو مجانا بكل سهولة ويسر، يمكن أن يحصل عليه وهو في أي مكان وفي أي زمان. ولكن أيضا الغريب أنك مع سهولة الحصول على الكتب، ولكن تجد أيضا أنه لا يوجد من يقرأ كثيرا. إن القراءة لها دور مهم جدا، بل هي الأساس في الإنجازات والاختراعات العلمية وغير العلمية، فبدون القراءة لن يتوصل العالم أو الباحث عن المعلومات التي سيحتاجها ليتوصل إلى اختراعه هذا. إذا فالقراءة مهمة جدا جدا في
الاختراعات وفي عمل الإنجازات في حياتنا اليومية. وإذا أردت أن تصير مخترعا فيجب عليك أن تقرأ كثيرا. أيضا القراءة تعتبر من السنة الكونية، إذ أن البناء الحضاري والارتقاء الإنساني لا يكون إلا على مقدار القراءة. ولا أدل على ذلك من أن أول آية كما قلنا كانت الحديث عن القراءة في سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق كما تحدثنا سابقا. ولكن مما يزيد اهتمام أو يوضح لنا مدى اهتمام الإسلام واهتمام الله عز وجل وتوجيهنا إلى القراءة، هو أن ثاني سورة نزلت من القرآن الكريم كانت تحث على الكتابة، وهي سورة نون، سورة القلم عفوا، التي تبدأ بنون، نون والقلم وما يسطرون. فأول سورة، سورة العلق، تتحدث عن القراءة وأهميتها، وثاني سورة نزلت من القرآن سورة القلم وتتحدث عن الكتابة وأهميتها. فيدل أيضا على أن أمة الإسلام هي أمة اقرأ. وأمة اقرأ كانت في الماضي في مصاف وأوائل الدول المتقدمة من أبحاث واختراعات علماء المسلمين في كل مجال، سواء في الطب أو الهندسة أو الفلسفة أو المنطق أو الجبر. فنجد العلماء الأفذاذ المسلمين مثل ابن سينا، الفارابي، ابن رشد، ابن طفيل، كلهم علماء أجلاء، وجابر بن حيان، برعوا في مختلف العلوم ووضعوا الأمة العربية والإسلامية في أوائل أو في مقدمات الدول. ولكن الذي ينظر إلى حالنا الآن يجد أن تقدير أو ترتيب الدول العربية والإسلامية من حيث القراءة ومن حيث الإنجازات والاختراعات قد وصل إلى مستوى متدني. والدليل على ذلك، إذا علمنا هذه التقديرات أو الاستبيانات، أن مستوى ومتوسط قراءة الفرد في أمريكا تزيد على 200 ساعة في السنة، وفي أوروبا 150 ساعة في السنة متوسط قراءة الفرد وليس مجموعة أفراد، الفرد في أمريكا 200 ساعة، في أوروبا 150 ساعة في السنة. ولكن في الدول العربية وأفضل الدول العربية في هذا الترتيب لا يتعدى متوسط الفرد في القراءة 15 دقيقة في السنة. 15، انظر إلى هذا المستوى المتدني من كم القراءة، 15 دقيقة في السنة، يعني لا يحصل حتى دقيقة في اليوم. يعني إذا كان الإنسان يقرأ حتى دقيقة في اليوم سيكون عندنا 365 دقيقة في السنة، دقيقة. هذا لم يحصل ولا واحد في المية ولا في الألف من دقيقة، من قراءة دقيقة في السنة. فإن دل على شيء فإنما يدل على هذا المستوى المتدني في القراءة وفي أيضا الاختراعات الحديثة. فقلما نجد مخترع من العرب ومن المسلمين. وإذا أردنا أن نعود إلى تلك الريادة وإلى
التقدم الحضاري والعلمي، فيجب علينا أن نهتم بالقراءة. فكيف نعود أبناءنا على القراءة؟ يجب أولا كما قلنا، يجب أن نكون نحن أولا محبين للقراءة، وأن نقرأ أمام أطفالنا لنشجعهم على ذلك. ثالثا أن نقرأ ونحث أولا أولادنا على القراءة ونشجعهم، ولا بأس ببعض الجوائز، ونحضر لهم الكتب. رابعا أن نقرأ ولو قصة قصيرة لأولادنا وهم صغار، لنغرس في نفوسهم حب القراءة وأهميتها. فيجب علينا أن نعود أنفسنا أولا وأولادنا على القراءة، ونهتم بذلك كما نهتم بإحضار لهم الطعام والشراب والملابس وغيرها من الاحتياجات. فالقراءة هي حاجة ضرورية يجب أن نعود أبناءنا عليها، وأن نعودهم لتصير سلوكا في حياتهم اليومية. وفي ذلك يقول الدكتور عبد القادر طاش أن المتعلمين عندنا اليوم قليل القراءة، فنادرا ما تجد في المراحل الابتدائية والإعدادية من، أو أستطيع أن أقول حتى الثانوية، من يمسك في يده كتابا يقرأه. نادرا، لا أقول الكثير أو المعظم، ولكن في الدول الأخرى يمكن أن تجد الكثير من الطلاب في الكثير من المراحل يحمل كتابا على الأقل في يده يقرأه في وقت فراغه، أو حتى يأخذه معه في البيت، أو الآباء يشترون لأولادهم كتبا التي يحتاجونها يقرؤونها ويثقفونهم. وإليك أخي المشاهد هنا وأختي المشاهدة بعض أقوال من العلماء والمثقفين عن أهمية القراءة ودورها البارز في حياة الإنسان وبناء الأمة. يقول ماركوس شيشرون: البيت دون كتب كالجسد بلا روح. ويقول عباس العقاد: القراءة وحدها هي التي تعطي الإنسان الواحد أكثر من حياة واحدة، لأنها تزيد هذه الحياة عمقا وإن كانت لا تطيلها بمقدار الحساب.
أي أن القراءة تعتبر كالروح للبيت كما يقول ماركوس، وأيضا تعتبر حياة أو تزيد من حياة الإنسان لأنها تكسبه معلومات كثيرة وبالتالي تساعده على الحياة بشكل أفضل. ويقول توماس كارليل: أكبر الجامعات على الإطلاق هي عبارة عن مجموعة من الكتب، ونحن نلاحظ في ذلك جيدا. كل الجامعات تحتوي على الكثير من الكتب في كل التخصصات الموجودة في هذه الجامعة، ولولا الكتب لما استطاعت الجامعة، أي جامعة، أن تقوم بدورها على شكل فعال، طبعا بالإضافة إلى الأساتذة والدكاترة العظام. ويقول ويل روجرز: يتعلم الإنسان بطريقتين، القراءة ومصاحبة من هم أذكى منه. فهنا يقول روجرز أن الإنسان يتعلم في حياته من طريقين، أولا بالقراءة، وهذه اعتماد ذاتي على نفسه، تعلم ذاتي، والشق الثاني من الآخرين، وأستطيع أن أقول ليس فقط من الأصحاب، ولكن هو يمكن أن يكون هنا يريد أو يقصد من هو أذكى منه، ممكن قد يكون يعني معلمه في المدرسة أو أستاذه في الجامعة أو والده أو والدته أو أحد أقاربه أو أصدقائه، ولكن لا يعني يمكن ألا نقول أذكى منه، ولكن يمكن أن نقول من الآخرين عموما. ويقول ابن الجوزي: وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. هنا العالم الكبير ابن الجوزي يقول أنه لا يشبع من مطالعة الكتب أبدا، وإذا رأى كتابا جديدا فكأنه حصل على كنز. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.